بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. والاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي والمقاولين العرب واللقاء المؤجل من الجوله 26 للدوري العام. ماتش مهم جدا للنادي الاهلي في بطوله الدوري، لكن هنتكلم على الماتش بعد كده. لكن قبل ما نتكلم على الماتش، في كام نقطه كده مهمين حابب ان انا اتكلم فيهم. النقطه الاولى لما كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصه صرح بانه هيقول للاعيبته تخاف على لعيبه النادي الاهلي. الماتش اللي هيتلعب ان شاء الله يوم الاحد الجاي، النادي الاهلي هيلاعب مصر المقاصه. كابتن عبد الجليل بيقول للاعيبته النادي الاهلي عنده مباراه في نهائي افريقيا، والنادي الاهلي بيمثل مصر. قبل ما بيمثل نفسه بيمثل مصر. ماتش مهم جدا في نهائي البطوله الافريقيه ان شاء الله يتوج فيها النادي الاهلي بالبطوله العاشره. ان شاء الله هيبقى يوم 17 مع كايزر تشيفز اللي هو جنوب افريقيا. لما الكابتن محمد عبد الجليل قال الكلمتين دول الدنيا اتقلبت. طبعا عارفين حضراتكم الدنيا اتقلبت من مين. بعض الناس قعدوا يقولوا ده عايز يفوت الماتش للنادي الاهلي. يعني الكابتن محمد عبد الجليل اللي لسه ماسك مدير فني مصر المقاصه عايز يفوت للنادي الاهلي المباراه اللي جايه. وقعدوا يتكلموا على الفير بلاي وظاهرة التفويت وكلام كتير جدا، وشككوا قبل كده في انتصارات النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي. رغم الناس دي اللي هي نفسها بتردد الكلام ده ابعد ما يكونوا عن الفير بلاي. ناس اصلا حياتها مبنيه على الكذب وتصدير نظريه المؤامره لجماهيرها. ليه؟ لتبرير فشلها الدائم. بس كده، هي من الاخر كده. لو عايز حضرتك تعرف الفير بلاي تعالى اتعلم من الاهلي. لو عايز تعرف المنافسه الشريفه تعالى اتعلم من الاهلي. لو عايز تعرف اصول اي حاجه تعالى اتعلم من الاهلي. كان في زمان يقول لك ايه؟ يا اللي اتحرمتوا من التعليم الفرصه لسه قدامكم. من غير ما تدفعوا ولا مليم انا بقول لك بقى النادي الاهلي يعلمكم. بص للتاريخ. بص لبطولات النادي الاهلي، خلي بالك انا بتكلم على بطولات محليه وافريقيه وعالميه. طبعا فاهم يعني ايه عالميه. انجازات النادي الاهلي ومواقفه التاريخيه وياما اتكلمنا عليها. وليه؟ هنروح بعيد ليه؟ ما انت اصلا من ضمن المواقف دي كان ليك موقف مع النادي الاهلي، مع اشبال النادي الاهلي سنه 85 لو فاكرين ماتش كاس مصر. في فرق كبير جدا 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 بين النادي الاهلي واي نادي تاني، مع احترامي لجميع الانديه. بتكلم دلوقتي على اللي بيتكلموا وبيصدروا حاجات مش موجوده اصلا. الفرق ده اللي حضرتك عارفه ومتاكد منه انه فرق كبير جدا، بس حضرتك بتصدر لجمهورك نظريه المؤامره اللي هي اصلا مش موجوده. اللي هي اصلا مش موجوده عشان تشوه بس النادي الاهلي، رموزه، تاريخه، بطولاته، انجازاته، وفي نفس الوقت او قبل كل ده تبرر الفشل بتاعك اللي انت واقع فيه. اصلا سعادتك في الفير بلاي اللي حضرتك بتتكلم عنه ما ينفعش اصلا لاعب ياذي لاعب تاني، دي اول حاجه. ولا يدخل معاه في كوره بنوع من القوه بقصد الايذاء او يسبب اصابه له، مش بقى غصب عنه، لا قاصد. وعارفين انا بتكلم عن مين. ده اصل الفير بلاي. العب بشرف وقاتل على المكسب زي ما انت عايز، لكن بدون ايذاء المنافس. بدون ايذاء المنافس. ده بغض النظر عن ايه بقى؟ ان المنافس اللي هو النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في بطوله افريقيا عنده بطوله مهمه جدا 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 اللي هي نهائي افريقيا. عشان كده كابتن محمد عبد الجليل كان بيتكلم من المنطلق ده. وعلى فكره يعني الكل بيقول لك ان كابتن محمد عبد الجليل اتكلم من منطلق ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. حتى لو ابن من ابناء النادي الاهلي وبيلعب ضد النادي الاهلي، النادي الاهلي ما علمناش كده. النادي الاهلي ما علمناش كده. النادي الاهلي علمنا ان انا لو كنت لسه متواجد في النادي الاهلي ورحت حته ثانيه ان انا اشتغل بحق بصدق بنيه كويسه ان انا عايز اكسب حتى لو بلعب النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. وانتوا خلي بالكوا الكلام ده حصل كتير جدا برضو السنين اللي فاتت. لو تفتكروا السنه اللي فاتت
كلموا على كابتن عماد النحاس، كلموا على ولاد النادي الاهلي اللي في انديه تانية ان هم بيفوتوا الماتشات للنادي الاهلي. طب ماشي. يعني الكلام ده مردود عليه كتير قوي قوي قوي. طب البطولات الافريقيه اخبارها ايه؟ طب ثالث كاس العالم اخباره ايه؟ برضه جم يقولوا برضه الماتش اللي فات قال لك ان الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه فوت الماتش للنادي الاهلي. طب ازاي بقى؟ طب نيجي كده نحسبها بالعقل. ده الكابتن احمد سامي وسموحه كسبوا النادي الاهلي في الدور الاولاني في مصر. كنا في القاهره الماتش بتاع النادي الاهلي والنادي سموحه كسب مباراه. يعني لو حضراتكم تفتكروا ظروف الماتش وسيناريو الماتش ساعتها، النادي الاهلي كان تقريبا متسيد الموقف. تقريبا متسيد الموقف. وفي اخر ثانيه من المباراه كوره، هي ما كانتش هجمه، يعني هي كانت كوره ما نقدرش اقول عليها انها كوره مرتده يعني. فالنادي سموحه، فاكر طبعا كان حسام حسن هو اللي استغل خطأنا وجاب هدف الفوز في الدقيقه الاخيره. طيب يعني نادي سموحه كسب النادي الاهلي في القاهره الماتش الاولاني. طب ما كان الاولى انه يسيب لنا ماتش القاهره. نادي سموحه كسبنا ماتش واحنا كسبنا الماتش الثاني. يعني نادي سموحه عمل اللي سعادتك ما عرفتش تعمله السنه دي. مفيش تفويت اهو. مفيش تفويت. انت سعادتك خسرت مني ماتش وتعادلت مني، تعادلت معايا الماتش الثاني. يعني انت ما عرفتش تكسب النادي الاهلي وعاوز الباقي يكسبه لك. ده في حاجه غريبه جدا انا عايز اكلم حضراتكم عليها. لو تقعد مع بعض الجمهور بالفريق المنافس وهو بيتفرج على النادي الاهلي وهو بيلعب اي فريق تاني، ولا قدر الله النادي الاهلي خسر او تعادل، تحس ان هو فرحان اكتر ما فرقته كسبت. يعني فرحان اكتر ما فريقه بيكسب، اكتر من الفرحه اللي هو بيفرحها لما فريقه بيكسب. ولو فريق خسر يقول لك ايه قدام النادي الاهلي، طبعا ده مفوت الماتش. يعني بص، ناس غريبه جدا وعقليه فاضيه، والظاهر لحد دلوقتي مش قادرين ينسوا القضيه، عمالين يقولوا اي كلام ويشوهوا، وانتوا ابعد ما يكون عن الفير بلاي. ده حتى افكر سعادتك ان المدرب العام بتاعك طلع بنفسه قال انه ما كانش عاوز يجيب اهداف في الزمالك لما كان بيلعب في المحله. ده الفير بلاي. تقوم حضرتك تعمل كل حاجه غلط وتيجي عاوز باقي الانديه تبقى زيك ويبقى الكل في الهوا سوا. ده مش هيحصل، لان احنا النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي علمنا حاجات كتير قوي 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 قوي، حتى لو انا بلعب ضد النادي الاهلي. كل احترام بلعب زي ما يكون بلعب جوه النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، قيم، مبادئ، تاريخ، هو ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. فانت سعادتك جاي بتقول كلام ما قالوش الكابتن محمد عبد الجليل. كابتن عبد الجليل كان بيقصد حاجه تانية خالص، كان بيقصد ان النادي الاهلي هو ممثل مصر في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر قبل ما بيلعب باسم النادي الاهلي. كابتن محمد عبد الجليل عارف ان النادي الاهلي داخل على موقعه كبيره جدا في الفاينل ان شاء الله، وده كان قصده. يا راجل، ده انت المتحدث الاعلامي بتاعك طلع بنفسه نسف فكره نظريه المؤامره اللي انت متشعبط فيها العمر كله، وقال بصوت وعظمه لسانه انهم عمرهم ما بيتظلموا وبياخدوا حقهم تالت ومتلت كمان، بس احنا بنقول انه اتظلم وفي مؤامره عليه. عشان ايه بقى؟ عشان نبرر مره الدوري ما خدناهوش، مره الكاس مش عارف حصل له ايه، مره افريقيا ما كملناش فيه. عشان هو يعني انا عايز اعرف، هي المبررات دي كل سنه والثانيه والثالثه والرابعه ولحد ما وصلنا 40 50 سنه ما بتزهقش منها؟ بلاش ده. طب المتحدث الاعلامي غلطان، خلينا في رمز من رموزك. كابتن احمد حسام ميدو طلع في البرنامج بتاعه قال ان تاجيل ماتش الغزل المحله كان بناء على رغبه كارتيرون، لانهم خيروه الماتش يتنقل لملعب تاني عشان استاد القاهره فيه شويه حاجات ولا يتاجل. مستر كارتيرون طلب التاجيل. طلعت بقى الالسنه اللي بتتكلم باسم المنافس تقول ايه في القناه؟ مش عارفين التاجيل كان ليه.
ده احنا ما كناش عايزين ناجل، ده مستر كارتيرون مش عايز ياجل، احنا مش عارفين السبب. انت بتضلل الجمهور بتاعك، يعني انت بتضلل الجمهور عشان برضه ترسخ في دماغهم نظريه المؤامره اللي هي اصلا مش موجوده، اللي هي اصلا مش موجوده. طب انا هقول لسعادتك حاجه، ما تيجي بالارقام نحسب الفرق بين الاهلي والزمالك ونشوف الارقام بتقول ايه. الارقام هتقول لك ان في فرق كبير جدا. بقول لك ايه، مفيش منافسه اصلا، مفيش منافسه. احنا ممكن نقول النادي الاهلي فوق في القمه بالارقام كلها، واللي تحتيه اللي تحتيه يجي بعديه بحاجات كتير قوي 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 تحت. ولكن احنا برضو في قناه النادي الاهلي احنا ما بنتكلمش على حته الفروقات بيننا وبين نادي الزمالك ان ده عيب، ما بنتكلمش على كده خالص. انا بتكلم على الجماعه اللي هم بيتكلموا وبيشككوا في قدرات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي والارقام القياسيه بتاعت النادي الاهلي. انما كامل احترامنا لمجلس اداره نادي الزمالك وكامل احترامنا لجمهور نادي الزمالك، احنا بنتكلم على فئه معينه، احنا بنتكلم على قناه معينه. ده حتى رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب بنفسه قال ان الكابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره كان بياخد رايهم في انهم لو عايزين ياجلوا ماتشات ولا لا، لكن كارتيرون هو اللي كان بيطلب دايما ان الزمالك يلعب بعض ماتشاته لان العمليه ماشيه والزمالك بيكسب والفرقه ماشيه كويس، وكان عاوز بس يوسع فرق النقط مع النادي الاهلي عشان يضغط على النادي الاهلي لما يجي يلعب النادي الاهلي بعد كده في مؤجلات، يبقى المؤجلات ديت هيبقى مع فارق النقاط يبقى في ضغط على النادي الاهلي. ده خلي بالكم ايه، ده الكلام ده اتقال، مش انا اللي بقوله، دي تصريحات علنيه كلنا شفناها وسمعناها. وتطلع بعد كده سعادتك تقول الفير بلاي والمؤامره، فير بلاي والمؤامره دي مش بتاعتنا احنا. الحقيقه الواضحه بقى ان سعادتك محبط وركبك بتخبط في بعض من ساعه ما النادي الاهلي رجع يلعب ماتشاته في الدوري، لان كل ما النادي الاهلي هيكسب ماتش ما تبقاش انت على بعضك، عشان عارف ان النادي الاهلي لو كمل في المكسب وكسب ماتشاته المتاجله هيتصدر الدوري واحلامك كلها هتطير في الهواء. لا ومش بس كده، البطوله الافريقيه اللي انا حققتها السنه اللي فاتت على حسابك في نهائي القرن بالقاضيه لو انتوا فاكرين، طبعا دي مش ممكن تتنسي على فكره. القاضيه دي مش اول قاضيه، مش اول قاضيه بيننا وبين المنافس، هيجي سيرتها بعد كده في ان شاء الله ان شاء الله، بس لما ناخد العشره باذن الله نبقى نتكلم كام قضيه حصلت بيننا وبين بعض قبل كده. يمكن انت خرجت منها من دور المجموعات، انت خرجت من البطوله الافريقيه من دور المجموعات، النادي الاهلي مكمل وبيستعد علشان يلعب باذن الله النهائي باذن الله باذن الله في طريقه للعشره يوم 17 ان شاء الله. كل ده مخليك مش متزن، مش على بعضك. لا ده انا قريت حاجه النهارده كمان او امبارح، بعض لعيبه المنافس اللي هم القدام يقول لك حتى لو النادي الاهلي بيلعب مش عارف نهائي افريقيا، احنا عارفين ان نهائي افريقيا النادي الاهلي هو يعتبر في البدايه او في الاول هو ممثل مصر، هو ممثل مصر في البطوله، ولو خد البطوله حاجه جميله جدا وحاجه كويسه جدا 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 لمصر. يقول لك انا مش هشجع النادي الاهلي، انا بالعكس انا عايزه يخسر. على فكره لو الموقف عكسي، حتى لو اللي جواك دوت موجود، عمر ما تلاقي عمر ما تلاقي حد منتمي للنادي الاهلي يقول الكلام دوت لو الموقف عكسي. بقول لحضرتك حتى لو الكلام ده موجود جواك، عمر ما تلاقي حد من لعيبه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او حد منتمي لمجلس اداره النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي يطلع يقول على الهوا علانيه يقول الكلام دوت. انا بس عايز اعرف حضراتكم ايه الفرق بين الاهلي وبين، انا بقول لك بس حاول ايه تثبت شويه، ده اللي جاي كله ان شاء الله بطولات للنادي الاهلي، بطولات بتعب مجهود نظام مبادئ التزام. التضليل والتشويه ده ما بيجيبش معانا، ما بيجيبش معاك بطولات، لا بيجيب معانا احنا بطولات. افضل انت اعمل كده واحنا طول عمرنا الحمد لله وما زلنا ماشيين في الطريق اللي احنا رايحين له واللي احنا راسمين له واللي احنا
بنسعى له من ساعه ما النادي الاهلي اتعمل. احنا لينا هدف معين، الهدف ده احنا بنركز فيه، مالناش دعوه بحد تاني. انا كده خلصت كلامي، نرجع بقى لماتش النهارده. ماتش النهارده قدام نادي المقاولين، نادي قوي، يمكن الظروف السنه دي مش ماشيه معاه النتائج زي السنه اللي فاتت، معاه مدير فني محترم الكابتن عماد النحاس، عمل معاهم موسم استثنائي الموسم اللي فات. السنه دي كان في شويه عكوسات، عدم توفيق، والبدايه ما كانتش كويسه، فاثرت على الترتيب في الجدول، اثرت على الاداء في بعض المباريات، اثرت على بعض النتائج في بعض المباريات. في اوقات كان بيبقى هو كويس ولكن النتائج مش بصالحه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين، ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهارده ويواصل مسيرته نحو القمه. تعالوا نروح نشوف زميلنا كريم احمد ونطمن منه على